عندما تطغى على تلطواتنا الإعلامية طريقة الحملات والهرس لهذه المنظمة التي تذكرنا بمنظومة عبد الوهاب عبد الله، الكل يعرف الجمهور التونسي برنامج المنظار سابقا، عندما تتحول هذه البلاتوات إلى دائرة اتهام ما عادش قالك يكفي الحبس، ربما حتى أكثر، مشكلة الخيانة العظمى. وللأسف أنه هذا يأتي بعد حديث أو نمشي للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية قبل 4 أيام، مشوا معنا للصفحة سادة المشاهدين في عند استقباله سعيد، استقبال البودن وليلى جبال وسيد عماد ميمش وزير الدفاع الوطني، كمال الفقي وزير الداخليه، نبيل عمار وزير الشؤون الخارجيه، بصريح كلمه تم تدوينها، وتناول الاجتماع ضروره تطهير الاداره العموميه من كل من اندس داخلها ويعمل على تعطيل السير العادي لها. يخليناش نشكوا لهذه الجوقه يا سي سليم بفعل مدوردر نتاع حرب اباده على الهويه الايديولوجيه نحن بصددها؟ أنا أسأل. يعني شوف، نحن أمام بالحقيقة مشكلة كبيرة وطبقة سياسية أزمنا فيها الداء، أزمنا لم يعد يعني لا يرجى دواء، ما ثم حد شيء، لا دواء لا دواء ولا شيء. الشرعية الديمقراطية، المشكلة أن الشرعية الديمقراطية والقضية الدستورية في تونس تعيشان صعوبة في الوجود زمنهما السياسي في ظل هؤلاء. تكون هؤلاء يتكلموا، هذوما المنهزمون في الانتخابات، واخطر حاجه في الانتخابات هو سلوك المنهزم وليس سلوك المنتصر، لان المنهزم انتخابيا هو الذي يريد ان يبيح بالمنتصر بينما المنتصر يريد ان ينجز وان يحقق. هذا الخطاب هو الذي منع تونس من كل هذا التقدم في 63 عام. كلهم عندهم ملك يلوموا فيها بورقيبه وتطهير البلاد من الاسلاميين. اول البلاد عندهم 60 عام ما عندهم حتى شيء. شوف الحاله نتاع البلاد. عشنا يعني توا نحن كنا في خريف العمر، عشنا في الطبعة، عشنا في الطبعة للعنكوش، عشنا في التخلف، عشنا في الميزيريا، عشنا في الصف، عشنا في الطرقات الضيقة، عشنا في كل هذه في مظاهر التخلف، وتسوق فقط على أنها مظاهر تقدم. تقريبا منذ أسبوع سمعت الناجي جلول يسألوا فيه على قطر، قالوا من قطريين احنا اللي قريناها، هذا الدكتور في الجامعة مع شلون بالحق مع شلون. يعني أنت تحبني نجاوب العماري اللي قال بوليس يلبسين عنده تطريح عنده سبعة أشهر والراجل ميت عنده 7 سنين، تحب نجاوبه اللي قال ميناء زنتان وهي بلاصة صحتة، تحب نجاوبه قال ثم أنفاق، هذا عنده بلاصة حاجتين، يما مهبول ثم منوبة، وأنا إنسان كذاب وسفيه وأنا لا أكلمه السفهاء بطبيعة الحال. يعني هذا مرض حقيقة مستفحل استفحال ويؤدي في البلاد إلى درجة كبيرة. مثل ما الذي يقع؟ يقع أنه هو، أنت تعرف في التاريخ أنه موسى وكذا رجلا واحدا خطأ، موسى وكذا رجلا واحدا خطأ، وفرعون قتل الآلاف والأطفال عمدا، ثم يقول لموسى متبجحا وفعلت فعلتك التي فعلت. يعني هذه عملية استغفال الشعوب. الطبقة السياسية التي ملكت البلاد ودمرت فيها كل هذه الطاقات، أنا التونسي اللي خرجت برا ورجع، جاوبني ترى من السبعينات من الستينات، أنا في جهتي برك نعرف نوابغ نجحوا في البكالوريا 16 و17 وخرجوا على فقد الدولة، علاش ما رجعوش؟ من المناظر اللي كيف هذوما؟ لأنه تركوا العلم بيد الجهل، هو الذي يحدد من هم وتطهير الإدارة. أنت تحب تطهر الإدارة، سيرش عليه اللي تطهر فيه أنت هذايا. من إدارة كفء ما هوش كفء، يطلع ما يطلع، مش هذا سؤاله، كفء ولا مش كفء ما هوش سؤاله، سؤاله هو إسلامي مش إسلامي، علينا احنا دولة مسيحية، دولة صليبية، دولة نصيرية، شنو معناها؟ ما عنديش الحق أنا في المشاركة السياسية، هذا مفهوم العلمانية عندك،